بصراحة ضميري ما عم يخليني أعرف طعم النوم. أنا عن جد آسف، مستحيل سامح حالي على الحكي اللي قلت لك يا بيوم العرس. اللي عملته ما كان له تبرير، اتصرفت بطريقة بشعة لأني كنت معصب، ما كان لازم أعمل هيك. بس الشغلة ما كانت بإيدي، ما كنت بوعي، ما بعرف شو اللي عم يصير حواليي، كنت جانين على الأخير. أنت بتعرفي بالعادة أنا ما بعمل هيك، بس أنت بتعرفي قديش بحبها. ومن بعد اللي صار والطريقة اللي تصرفت فيها مع شريستي كمان وسمير حتى، وكمان خالتي جانكي وخالي لما كان عندكم هون بالبيت، أنا ما بعرف كيف غلطت بحقه. أنا أذيته لخالي، حابب أعتذر منكم على اللي عملته. أنا آسف شريستي، الشخص اللي عمل كل هاد مو أنا، واحد تاني، مو أنا اللي عملته. ما كان فيني عقل وما بعرف شو عملت، ما كنت واعي وقت اللي عملت كل هالشغلات. لو كنت بعقلي مستحيل اتصرف هالتصرف البشع. لكن معقول أنا أحكي معكم بهالطريقة؟ أنا ندمان على اللي صار، وبتمنى من كل قلبي إنكم تسامحوني. وبالنسبة للموضوع اللي صار مع بريتا، هن انظلموها كتير لبريتا بالمشكلة، ولو بقدر أمسكه لهذا كاران كنت ورجيته قيمته. ليكي خالتي، أنا كل شي بيهمني هلأ إنه بريتا تكون مبسوطة. خالتي بدي بريتا تنسى لها كاران وتكفي حياتها، هو كاران ما بيستاهلها أصلاً لبريتا. ومتأكد إنه بريتا رح تتجاوز هالموضوع. لا يمكن هي تجاوزته، لأني بعرف بريتا قد حالها، شخصيتها كتير قوية. أنا المهم عندي إنها تكون مبسوطة وين ما كانت تكون. وإنتي ستي لا تاكلي هم بريتا، أنا بأكد لك إنه ما رح يصير له شي، لأنه كمان أنا موجود وما رح أسمح لحدا إنه يغلط بحقها لبريتا مين ما كان يكون. هذا وعد مني، بس عندي طلب واحد، ما قدرت امنع حالي من الجاية لهون لحتى اشوفكن واتطمن عليكن، ولهذا السبب انا اجيت. لا تمنعوني من شوفتكن، ما بقدر اغيب عنكن، خلوني اجي اشوفكن. واذا شي مرة حبيتوا تشوفوني باي وقت ما في مشكلة، تصلوا فيني بتشوفوني صرت عندكن. انا جاهز اذا احتجتوني. لسه بتحبيني خالتي، وبعرف انه بتعتبريني مثل اي واحد من اولادك، وانا مستحيل اني اتغير، ورح ضل على طول بعزكن وبحترمكن. ايه؟ اذا بتريدي بتمنى تسامحوني، ومرة تانية انا عن جد اسف. ديروا بالكن على حالكن وانسوا كل اللي عملته معكن من قبل.